تعالوا معي الرياض عشان نحضر حفلة Imagine Dragons. عبيت شنطتي من أمس، هذا لبس ثاني بس أخذته احتياط أو للمطار في الرجعة أو whatever. السكين كير حقي، الميك اب هنا في الشنطة اللي تحت هذا، وهنا عندنا الأوتفيت حق الحفلة. مرة متحمسة تشوف الطقم اللي طلعنا أنا ومودة، قررنا إنه like we match the outfit. وهنا أوتفيت المطار اللي حلبسه دحين، فخلوني ألبس وتجهز وارجع أكلمكم. أوكي جايز، ما صورت لكم هذه الفقرة بس تأجلت رحلتنا قبل أن نخرج المطار بحرفياً ممكن دقيقتين، كان أوبر تحت تأجلت 4 ساعات صح مودة، صارت الساعة 2:30 فبنستنى أوبر نحرك المطار ونشوف Imagine Dragons. بس خلي دوب استوعب انه من يوم دخلت المطار لين دحين وانا بصور كل شيء سلو موشن، فلدوبكم شفتوا اقدع فيديو كليب عمركم شفتوا في حياتكم. ادري انه بالغلط، يا الله مره مقهوره، مره تكلمت كثير قلت اشياء كثير. اتس اوكي يا قهري، بس يلا اتس اوكي. كيف حالك؟ هاي There are pills on the table in the bottom of my head. جايز خلصنا، طبعا ندمنا، مود ندمتي انك لابسه جلد؟ انا مره ندمت لانه هذا لايك ايش بك؟ ما شفت العتبه. المهم هذا الجاكيت يعني جلد مودة ابسولوتلي نات، مو معقول مودة. خلاص اسمعي، خلاص نامي، انا مسويه الميك اب، نامي. ايش المره؟ اوكي هذه ايوه طالع، ايوه ما شاء الله. اوكي للمره الثالثه، هذا الجلد مره جلد حقيقي حق انه حق براد، يعني المره الوحيده اللي لبستها قبل كان في كوريا وكان برد فكان مناسب للاوكيجن، فهمتوا؟ بس الحين حر وبغني وبنط وزحمه وكذا، فاللي مره حريت. بس الحمد لله مره انبسطنا، بكيت 3 مرات يعني، ممكن له بس كده اللي غرغر الدموع والدمعه توصل هنا، بس امسحها عشان الفونديشن يو نو. بس انتوا بس متصورين قد ايش انه انا كان حلم من احلام حياتي احضر لإيماجين دراجون من يوم ما انا في المتوسط، كنت اقولها على انه اتس حلم انه ما عمره حيصير، فهمتوا؟ يعني انه الحلم البعيد، هل مثلا حيجي السعوديه؟ بعدين جو السعوديه، ما ادري اشكر مين، موسم الرياض، مو موسم الرياض، الجيمرز هذا، اشكر أي كل الناس، اي احد كان مسؤول او له دور او له يد في الموضوع، يعني انتم حققتوا حلم طفولتي. كان في اغاني محدده، اول اغاني سمعتها ليهم، كوني انه انا قاعده اسمعها مو ثرو الجوال، قاعده اسمعها ثرو فم المغني وقاعده اشوفه بعيني قدامي، كانت اكسبيرينس مره حلوه. حلم واحد اتحقق، بيجي تايلور سويفت، اوليفيا رودريجو، ستراي كيدز. هذا البلوج ممكن حيطلع 5 دقائق مودة مع الايديت حق السلو موشن. بس حبيت اخذكم معايا وحبيت اني اصور هذا البلوج لنفسي اكثر من اي شيء، عشان بعد سنه، بعد 5 سنين، بعد 20 سنه اقدر ارجع اشوفه واحس بنفس المشاعر اللي حسيت بها. وينوني ما صورت كثير في الحفله هناك، لان في البدايه كذا صورت لكم لقطات ومقتطفات، بس كنت من جد حابه اي ليف ذا مومنت ان ذا مومنت، يعني حابه انه افتكر اللحظات وانا اشوفها من عيوني، مو اشوفها خلال شاشه الكاميرا، فهمتوا كيف؟ اتمنى لكم انبسطتوا. جود نايت فور ناو، دحين حنبدا نمسح الميك اب وكذا، وبكره رحلتنا.
على جدة. وحشاني تنتي سايفة مرة. Good morning besties. قولي good morning انتي. تقييمك للنوم مع بعض مو حلوة. تخيل انه نص عندك بارد ونص حقي حار كتمه. مو منطقي. انا ما ارتحت في النوم لانه بردانة والمكيف دخل في عظمي. مدة ما ارتحت في النوم لانه ميتة حر للمكيف يعني فوقها ويصب علي يعني. كان مفروض نقلب ترى بكل بساطة. كان مفروض نغير السرور. كل واحد ما في له حال. ونحن ما اخترنا السرور بعقلانية. جينا انا بدا. المهم دحين ربع ساعة ولازم نحرك على المطار. ميتين جوع. وحشني بيتي. وحشني سريري. السرير مو حلو. ايش الفندق اللي السرير فيه مو حلو؟ تو ماتش ترى تو ماتش. نفطر في المطار ولا نفطر في جدة؟ المطار طبعا. انت صاحية؟ اوكي نكلمكم من المطار. جايز رجعنا البيت. قضينا برا البيت حرفيا 24 ساعة بس. اخذنا ميموريز تكفي a lifetime. انبسطت معاكم وانبسطتوا معانا. كان يوم حافل. هاي بستيز وحشتني مرة. الله يسعدك.